بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله بسم الله الحمد لله lấy sập xu hoặc là gì cái sập lấy ai snap bàn đấy còn cái đồ thịt tăng chẳng thể trong đằng tí cũng là cái ai tàu rồi được ạ. Sau đó dừng tầm là cả sau đó bật sân chia sân lê sẽ đạp ở chứ bằng được coi dùm bách thì dừng ai không bằng nó là bởi dùng bật thay mà được có cài dùng vô sau đó bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina al-mustafa muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa mislana bi sunnati ila yamiddin thumma amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله أهلا وسهلا بكم من جديد في لقائنا لبرنامج تعليم اللغة العربية. الحمد لله نواصل درسنا اليوم، درسنا اليوم في صفحة 11 بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس كنا ندرس عن التدريب الأول في الصفحة 10. صفحة كم؟ صفحة 10 في الأمس. اليوم سندرس صفحة 11 إلى الكتاب. الذي معه كتاب فليفتح كتاب على صفحة 11. نعمل كتاب نعمل سفوكم أعيك بعد نتبوتي دقموي إن شاء الله. قبل أن نبدأ في درسنا اليوم نراجع قليلا فيما درسنا أمس. كنا ندرس عن الجنسية، سؤال عن الجنسية، فمثلا كمبودي
كمبودي فنضعه في السؤال الطالب الأول والطالب الثاني. الطالب الأول يقول هل أنت كمبودي؟ علامة الاستفهام، هل أنت كمبودي؟ الطالب الثاني جواب يقول نعم أنا كمبودي، نعم أنا كمبودي. وكنا ندرس عن الجنسيات أخرى مثل مصري وسوري وما هي أيضا تركي ثم كنا ندرس فيتنامي ماليزي وتايلاندي فكل هذه جنسية لدولة التي ينتمي أو ينتسب إليها. فمثلا مصري من مصر، سوري من سوريا، تركي من تركيا، فيتنامي من فيتنام، ماليزي من ماليزيا، وتايلاندي من تايلاندي، وكمبودي من كمبوديا. مصريون جي جنجيت ربح مصر جي بردين إزيب بناكوات كي جي جنجيت إزيب سوريون من سوريا بناكوات جي جنجيت سيري مقبي بردين سيريا تركيون كوات جي جنجيت توكي هاي كوات مين مقبي بردين توكي وكذلك فيتنام هو من دولة فيتنام فيتنامي هو من فيتنام وماليزي من ماليزيا وتايلاندي من تايلاند في تاي مقبي برتي تاي. هذا ما كنا ندرسه بالأمس. إن شاء الله أحذف هذه وندخل في درسنا اليوم. التدريب الثاني يقول هاتي جملا كما في المثال. التدريب الثاني يقول هاتي جملا كما في المثال. هاتي أعطي أو أكتب. هاتي بمعنى أعطي. ما معنى أعطي؟ أكتب. أكتب جملا كما في المثال. جوني أسسي ركوح جوني طيب كلي أكدو نكنم أطيها كنا أتيها كأي بي المثال يعطينا كلمة أخ أخ و مدرس الكلمة يعطينا كلمتين كأي بي بيجل يجب بينا يوم بكار تكلية ونقول هذا أخي هذا أخي هذا أخي هو هو مدرس
نأتي بكلمة هكذا أخ مدرس فنقول هذا أخي هو مدرس. لماذا هذا؟ لأن أخ مذكر. لماذا هو؟ لأن مدرس أو أخ هو مذكر. جملة أخرى، نعم، كلمة أخ، أخت، تعرفون أخت مذكر أو مؤنث؟ أخت مؤنث، مدرسة. إذن كيف نأتي بالجملة؟ إذن هنا أخ مدرس، فقلنا هذا أخي هو مدرس. الآن أخت، أخت هي مؤنث، مؤنث معنى مؤنث امرأة، هنا مذكر. إذن ماذا نقول في أخت مدرسة؟ أحد يشارك معنا؟ لم أرى أحدا يكتب. إذن أخت مدرسة، فنقول هذا أو هذه؟ نعم، هذه، نقول هذه أخت، نجعلها أختي. نعم، هنا هو، لكن في مدرسة هل نقول هو أو هي؟ هي مدرسة. نعم، مذكر نقول هذا أخي، هذا كلمة أخرى، هذا أخي هو مدرس. مؤنث أخت، فنقول هذه أختي هي مدرسة. نعم، كلمة أخرى صديق. نعم، الآن كلمة أخرى صديق، 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 طبيب، طبيب. نعم، صديق، طبيب. نأتي بالجملة، كيف نأتي بالجملة؟ نعم، الجملة نقول هذا أو هذه؟ صديق. لنعرف هذا أو هذه ننظر في كلمة التي أعطانا. أعطانا كلمة صديق، صديق مذكر أو مؤنث؟ ونقول صديق مذكر. لماذا مذكر؟ لا يوجد فيه حرف ك. هذه قاعدة. نعم، هذه قاعدة، حرف التاء في الأخير هي مؤنث. لكن الآن بدون التاء فنقول هذا مذكر. إذن مذكر نقول هذا مذكر، إذا كان مذكرا نقول هذا صديق إلى صديقي. نعم، هذا صديقي. نعم، إذا كان هذا لابد أن يكون هنا هو وليست هي. هو طبيب، هو طبيب، عفوا، هو طبيب. نعم، هذا صديقي هو طبيب. نيجي مرتي طبق يوم مرتي داجي في البر أربع يوم وتجي تروبي. كلمة أخرى صديقة، أكتب تحتها صديقة،
صديق قتل طبيبة طبيبة صديقة طبيبة. الآن نأتي بالجملة. إذن كيف نكتب الجملة؟ هذا أو هذه؟ نعم، هيا بسرعة. نعم، هذا نكتب هذا أو هذه. ننظر في كلمة صديقة. صديقة هي مؤنثة، مؤنث هتسري. إذن جنبيب هتسري نقول هذه، ها هذه، نعم هذه، شكرا. نواصل. هذه صديقة، نقول صديقتي، نعم هذه صديقتي. بقية هي أو هو؟ هي. لماذا هي؟ لأن صديقة مؤنث. هي طبيبة. إذن هذه صديقتي هي طبيبة. الآن أمسح. كلمة أخرى وهي أخن. أخن، ما معنى أخن؟ شقيق. أخن مهندس. مهندس. أخن مهندس. نأتي بالجملة. كيف نقول الجملة إذن؟ أخ مذكر. إذن نقول هذا أخي، هذا أخي هو أو هي؟ هو. إذا نقول هنا هذا، هنا لابد أن يكون هو. هو مهندس. ما معنى مهندس؟ مهندس معناه وسواكا. جميل كي بوم ركب اول براغ ربك يوم وات كي وسواكا. كلمة أخيرة في التدريب الثاني. أخت مهندسة. أخت مهندسة. مهندسة تجيب إسمك من بيتين سري. جم أخت مهندسة. ونأتي بالجملة فنقول القلم يكتب كبير جدا. إن القلم آخر. نعم. نقول هذا أو هذه. 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 هذه
فاصلة هذه علامة الفاصلة أجمل سنيا فاصلة سنيا قبيح هي مهندسة سوري سامين كان توسط جول طالب إذن هذه أختي هي مهندسة نثوكي باغ ركب أول سرية باقيم قد توجي بسبقا بيت سرية هل نستطيع أن نأتي بكلمة أخرى تأيين أيروبي بسين كرابي ويدي بيضا بنون حق ويمان دي نيلو حق ويمان ميل بيت تأي قنان دي تأيين أيروبي بسين أبي يوم وقال جي خليبا دي هل نستطيع أن نأتي بكلمة حتى نجعلها في جملة مفيدة نقنون خليبا ميل لي أي سبع مان فمثلا كلمة التي كنا ندرسه نعم لنجعل كلمة ابن نعم كلمة ابن طالب نعم كلمة ابن طالب كيف نأتي بالجملة من هذه من هاتين الكلمتين؟ تايت أبوكا كلير بي 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 لي هي باي تام تي هاد يي بان رين نو تي نو رم هاتي بي كيف نأتي بالجملة؟ على مثال التي على مثال الذي كنا ندرسه في التدريب الثاني التدريب الثاني الآن انتهينا منه قبل قليل فنقول ابن مذكر إذا نقول هذا هذا ابني هذا لكن عندما نقرأ نقول هذا ابني هذا إذا نقف هذا ابني فرسل بيان شوف يعني أنا هذا طبعا يبطاء ها ابني قبلنا نقرأ نيه همزة كهذا همزة فصل بكنه يعني أنا شوف نيه هذا ابني ثم فاصلة هو وهي هو هو طالب هو طالب نثوجي كور بره بخيم وثوجي سر رغاجي نساء كلمة أخرى ما هي كلمة أخرى مثلا ابنة نعم ابن ابنة ابنة ما معنى ابنة أكسو ابن طيب نيجي موينا كون براق ابنة كون سري نقول معلمة ما معنى معلمة أستاذة معلمة معناها أستاذة أو مدرسة معلمة إذن معناها أستاذة أو معلمة الآن نأتي بالجملة من هذه من هاتين الكلمتين فنقول ها هذا وهذه هذه هذه ابنتي هذا ابنتي هي معلمة لكوجي كول سرير بخيم كوات كوجي نكرو بغرين نكرو كوات كوجي
chia nẹt rú có thể mà nẹt rú ấy thế cứ nẹt rú bùng riết là xa lá nữa نعم الآن ننتقل إلى التدريب الثالث ننتقل إلى ماذا؟ التدريب الثالث التدريب الثالث يقول في نفس الصفحة صفحة 11 نتقوى في الأول الآن تعلم هذا في بينه التدريب الثالث يقول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال تبادل السؤال تبادل يعني تسأل وتجيب تسأل زميلك وزميلك يجيب ثم زميلك يسأل وأنت تجيبه تبادل السؤال أنا يجيب لك دوك نيا يجيب سو بو ما يجيب مت هي يجيب هاي مت هي يجيب شلاي بتوما قط سو يجيب شلاي بنا هيك هذا تبادل كي لك دوك نيا تبادل يجيب لك دوك نيا السؤال والجواب سمنو نيا شلاي مع زميلك شموي نيا مت روم تنا ربع نيا كما في المثال ở đối nó không ổn thì họ chắc ổn thì họ cái ở phía anta Pakistan là kalima anta thumma ba Pakistan mà mana Pakistan Pakistan đaula اسم للدولة chỉ اسمه ربع فرتي đại dương Bắc Phi chỉ biết rằng máy dương hai quốc tế và Pakistan. نأتي بالسؤال والجواب فنقول الطالب الأول يسأل من أين أنت إذا أنت نقول من أين أنت ما معنى من أين أنت من أين جئت تاني جون يركض نيا موبي موبينا الطالب الثاني ستيبي يقول أنا من باكستان أنا من أنا من باكستان يوم موقي برده باكستان نعم التدريب يقول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال جوني أبلاك دو كا سون سمنو كا من خلاي جموي نمت روم تنا رباني دو نكنا مطي هوا جان نكنا مطي هوا كي أبي بي ما يقتين الكلمة هذه الكلمة أنت وباكستان فنأخذ من هاتين الكلمتين سؤالا وجوابا السؤال يقول الطالب الأول من أين أنت من أين أتيت الطالب الثاني يجيب يأتي بالجواب فيقول أنا من باكستان أنا من باكستان نعم نأتي إلى كلمة أخرى أنت تركيا أنت تركيا الآن كلمة ثانية كلمتين الأخريين أنت تركيا أنت تركيا ما معنى تركيا دولة اسمها تركيا برتج مو لبته مو اسمها تركيا كما يعني تركي نعم الآن نأتي بالطالب الأول السؤال كيف نكتب السؤال من هاتين كلمتين ونقول السؤال من أين أنت ما معنى أنت نعرف له كم أنت للمذكر سبرات هيد هيد علامة الاستفهام عفوا نسيته من أين أنت علامة الاستفهام ثانية نسوي تلو نسوي بو بنا الجواب الطالب الثاني نعم ما شاء الله هنا جواب ما قرأته كيف نكتب الجواب أنا نعم أنا من تركيا شكرا أنا
أنا من تركيا. أنا من تركيا. نعم. كلمة أخرى هو سوريا. عفوا في الكتاب كلمة أنت ليس أنت لكن هو نفس الشيء. إذا أكتب كلمة ثانية أنت أنت هنا أنت تركيا. الكتاب يكتب أنت لكن ما قرأت جيدا أنه هنا سوف يصير أنت كم تلك الآن بق جدي فوق أنت يعني أنت أنت تركيا. الطالب الأول هنا الطالب الثاني الطالب الأول الطالب الثاني الطالب الأول يأتي بالسؤال. إذا نقول من أين أنت؟ من أين أنت؟ علامة الاستفهام. الطالب الثاني يقول أنا من تركيا. نجد أن من أين لا يفرق بين المؤنث والمذكر، وأنا أيضا أنا من لا يفرق بين المذكر والمؤنث. يسكت فيها بيت سمنو من أين من باي جاي تي بروكو من أين سريفا من أين دوكني هاي بيت شلاي أنا من يوم موبي كا من مين كا براي برو داي رويون بيت برو نم بيت سري جنك أوي داي خو كو أنتا ني بو سري أنتي هاي برو أنتا جنك أنا من تركيا دوكني. كلمة أخرى هو نعم جديد الآن درسناه قبل أيام هو سوريا. هو سوريا ما معنى هو قوات ركوفية ركو لأن أنا أتكلم كي براتي باي سابدين براتي باي هيك برا أي باي جنا كي برا هو قوات فيا ركو تام في أي آن جتب. إذا الطالب الأول كيف يسأل؟ يأتي بسؤال من أين لا يوجد جواب. من أين هو من أين هو علامة الاستفهام. تاكوات موبي تاكوات موبي موبي ناي. الطالب الثاني ستيبي الجواب كيف يقول الجواب هنا أنت أنا هنا أنت أنا أيضا كيف يقول أنت في شلائك نت في شلائك يوم نعم نعم كيف يسرعي في شلائك يوم دي كنية لكن هو الآن هو هنا كيف يكون الجواب أنا أو كيف أم ماذا الجواب هو أو أنا أو كيف أو ماذا. إذا الجواب نقول هو نحتفظ بكلمة هو هو من سوريا. هو من سوريا. قوات. رين سوبي برا تيباي يعني بس لاي تي برا تيباي ده ده لاي. تي مون مون كي أنت برا تيبي جبرا نه منه نو قوات سو ما يم. تو قوات برا تي أنت. جن نبى رجع لاي يم أنا كا أنت وين ده لاي ها يم. لاي ها أنا. كلمة أخرى هي مصر. أمسح سبورة أولا.
هي الكلمة هي 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 مس مس هي قوات ركوبية ركوبية للضمير الغائب مفرد مؤنث ضمير الغائب مفرد مؤنث صب نيم أي براهتي بي أي بيجنا بيسري هي كوكنيب كوكنيبي هو نيم بعدين بي هو للضمير الغائب للمذكر مفرد هو ضمير الغائب للمذكر مفرد هي ضمير الغائب للمؤنث مفرد جن هو جسر بنيم براهتي بي سمرا بيبرا أي بيجنا هي جسر بنيم براهتي بي سمرا بيسري أي بيجنا إذن الكلمة هنا هي مصر إذن الطالب الأول يقول من أين هي من أين هي علامة الاستفهام من أين هي الجواب الطالب الثاني هي من مصر كوات موقفي برده إزيب كلمة أخيرة التدريب الثالث ما هي كلمة أخيرة أن أنت أنت ف باكستان أنتي باكستان أنتي ضمير المخاطب للمؤنث مفرد أنتي ضمير المخاطب للمؤنث مفرد أنتي كوجي سبني مرافقي براجموين بيسري أي وجنة أنتي إذا يبقى براجم ساك مايك هنيئ بلقان إعنيئ جنبل نأتي بالجملة بالسؤال والجواب الطالب الأول من أين من أين أنت علامة الاستفهام ثانيا ركاكنيا ركالوكسري أي جدل أجوي موبي موبينا الطالب الثاني ستيبي إذن يقول أنت فكيف نقول إذا ما نسيتم رسال بيا مدلي لطيئ بربنا كي يطلب عن برارو بهاي جامعة نقنا كتوم كمان من السيدة Tôn khơi để xa để không ai khá phê vì lấy chút thì đánh đặc tục hôn á anh tí đặc bút anh à anh à mình Pakistan anh à mình Pakistan nhóm một tí bật tế Pakistan và nó sau khi anh nói أناس أو أفراد من بلدان أخرى الذي نريد أن نسأله مثلا إذا نسأل عن محمد يقول تايلاند محمد كشموه ربا برا كيف نقول الطالب الأول كيف نقول الطالب الأول من أين محمد علامة الاستفهام ثم الطالب الثاني
محمد ឬក៏យើងអាចប្រើជាសព្វនាមជំនួសក៏បានបើយើងមិនចង់រំលឹកឈ្មោះ Muhammad ទៅដែរអញ្ចឹងបើយើងជំនួស Muhammad ជាមុザការឬមុអានណាស់ជាមុザការជាមុហ្វរ៉ាត់អូវលជាមជាអាយវចនៈឬក៏ពហុវចនៈអាយវចនៈ Muhammad មានតែមួយទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើហ៊ូវណា Muhammad អូវហ៊ូវមិនមានអីណាហ៊ូវហើយទីមានថៃឡែនមានថៃឡែនហ៊ូវមានថៃឡែនអូមូហាំម៉ាត់មានថៃឡែន هنا درسنا اليوم شيء الذي اريد ان اذكركم به هو كلمه اين كنا ندرس في الاسبوع قبل الماضي يعني الاسبوع الماضي او قبله فقلت ان اين أين ماذا؟ كلمة تستخدم للسؤال عن المكان. أين؟ هي كلمة ذاك برا سمرق سو أمبي تيتلاي. إذا نريد أن نعرف مكان شيئا ما نستخدم سؤال بأين. نحن يجي نتكلم عن تيتلاي ربع وين موي كي ينغ سو داي برا بيتها أين؟ فمثلا قلم نعم يوم ما تعطيت نواصل قليلا إن شاء الله إذن هنا كلمة لا نكتب اثنين لا نكتب هكذا أنا مثال فقط هنا نستطيع أن نكتب محمد من تايلاند أو نقول هو من تايلاند ينتبه جايين ترو بدأت مرة ويتا نيوم سي بامي من نين دي تايلاند سي تنك بي دي ខ្ញុំចង់និយាយថាយើងសរសេរប្រើមួយណាក៏បានប្រើជាឈ្មោះរបស់គាត់ចេះក៏បានប្រើជាពាក្យតំណាងដែលជាហៅសព្វនាមរបស់មៀបជំនួសឲ្យមូហាម៉ាត់ដែលយើងជំនួសដោយកាលីម៉ាហ៊ួរអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំអាចឧទាហរណ៍មួយទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ឧទាហរណ៍ថា Zainab អូ Fatima Fatima dawlatuha Malaysia Malaysia إذا نأتي بالسؤال فنقول كيف نقول الطالب أول من أين فاطمة من أين فاطمة علامة الاستفهام ثم الجواب فنقول الجواب نقول فاطمة يعني أجيء شو قط مرة بلق مساعتي كمان فاطمة رجع يعني من جام لا شو مرة بقط يعني لا هات هي هذا يعني برا هي برو فاطمة كي بحثري مفرد بحثري أي بجنا جدي يعني برا هي هي من ماليزيا فاطمة موبي بروته ماليزيا رجع قط موبي بروته ماليزيا نعم ما شاء الله جزاكم الله خيرا على المشاركة أبو جان أبو كاتشو روم بليجن هل نستطيع أن نسأل أو نأتي بالسؤال والجواب من كلمات أخرى من يقترح كلمات أو من يأتي بالكلمات حتى نكتب في الجملة السؤال والجواب من يستطيع يأتي بكلمة مثلا អាចរកពាក្យអីមួយដើម្បីយើងយកមកសរសេរបង្កើតជាប្រយោគសំណួរនិងចម្លើយអ្នកគ្នាយើងអាចរកពាក្យបានទេឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍មួយមុននឹងយើងបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះអឺ
نأتي بكلمة التي نختم بها درسنا اليوم، كلمة إبراهيم. إبراهيم اسم للمذكر أو مؤنث؟ إبراهيم اسم للمذكر. إبراهيم تجمه ربا برا. إبراهيم نقول لاوس. أنا لاوس دولة، اسم دولة لاوس، برتي لاو. فنقول السؤال الطالب الأول: من أين إبراهيم؟ ده إبراهيم قد أجل موقنا. الطالب الثاني: إبراهيم أو ماذا نقول؟ هو من لاوس. قوات إبراهيم رقا قوات موقي برتي لا. الحمد لله، إلى هنا نصل إلى ختام درسنا اليوم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الدارين في الدنيا والآخرة. منن بچاك يم som som yok bal rư ko che lakana chumriep chuon damnang dal khnie yeung bntich tha da sa tae maong bo yeung dak no knong ka viphie tha maong 7 da maong 7:45 khoeng tha ro dal maong 7:45 ni thua oy yeung huop maong samyang ke sha che te khom tha yeung aich chap da mun nang bntich da ta to pi bang rop hai phliem inshallah chap pi khom mok tau إذن الله تعالى يلي جاب دام من ماو رمتي وداس دابي كم آي ين خات بي تاو سميان إشاء برجماعة ردوي تاني جن هو هاي أبان تاو سميان برجماعة تي كو ستاي تاي تاي ساتة بي بلي ين جن جن من طور بان بكان بو تجام بغاي نتيت أي تذكر إن شاء الله يلي جاب دام من ماو رمتي بإذن الله تعالى وإلى هنا نأتي إلى ختام درسنا اليوم، فندعو دعاء كفارة المجلس، فنقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.